مركبة نافيس 3، وهي سفينة خيالية يمكنها أن تأخذك إلى أي مكان في مجرة درب التبانة. رحلتها الأولى ستأخذك في جولة إلى أعنف الكواكب التي تم اكتشافها إلى الآن، عوالم جليدية محترقة، كواكب أكثر سخونة من النجوم مع سحب مصنوعة من المعادن الثقيلة، عوالم زومبي ولدت من رماد الموتى، ومئات مليارات أخرى تنتظرنا في مجرتنا لوحدها. ستعطينا هذه العوالم لمحة عن مدى عمق الطبيعة ورسم خريطة لرواد المستقبل الذين قد يتمكنون في يوم ما من وضع أعلامهم وسط مناظر طبيعية لا يمكن تصورها. رحلتنا إلى ما بعد نظامنا الشمسي، نسافر إلى أقرب كوكب غريب، لكن الطريق الطويل إلى جارنا الكوني تعترضه مشاهد غريبة خاصة به. الحطام الكوني الجليدي هنا يشكل حزاما يحيط بنظامنا الشمسي، حزام كايبر. القرص الضخم من المواد المجمدة يحتوي على الملايين من التكوينات الجليدية، وهي بقايا من تكوين نظامنا الشمسي. وهنا بين قطع الصخور المتناثرة والجليد يعيش شيء غريب، كوكب قزم بشكل بيضوي ويسمى هاوميا. هذا العالم الغريب بحجم بلوتو هو أسرع جسم يدور في نظامنا الشمسي. تتناثر على سطحه بقعة حمراء غامضة، ربما هي ندبة من تأثير حديث. وهاوميا ليس هنا لوحده، هناك عائلة غريبة الأطوار كاملة من العوالم الصغيرة كامنة هنا. الكواكب القزمة مثل ماكي ماكي وغونغون، وهو مثل بلوتو صغير ملون باللون الأحمر مع جو رقيق من الميثان. حزام كايبر يمكنه أن يحمل ما يصل إلى 200 كوكب قزم، وآلاف أخرى منها يمكن أن تطفو في الفضاء وراءه. يوما ما قد تكون هذه العوالم الصغيرة بمثابة معسكر قاعدة كونية للمسافرين بين النجوم، وهي البؤرة الاستيطانية الأخيرة التي تكون مرتبطة بشمسنا. وعندما نتجاوز أخيرا نظامنا الشمسي سيستقبلنا أكبر واحد إلى الأرض. في هذا النظام النجمي الثلاثي نجم قزم أحمر صغير يعرف باسم بروكسيما سنتوري يدور حول زوج من النجوم الشبيهة بالشمس، ألفا سنتوري أي وبي. ومع اقترابنا من بروكسيما الأصغر نصطدم بحزامين ضخمين من الغبار يحيطان بالنجم، و
ولكن بعد ذلك نصل إلى الجوهرة الحقيقية لهذا النظام. الآن وصلنا إلى بروكسيما سنتوري بي، أقرب كوكب خارجي إلى الأرض. كتلة متطابقة تقريبا مع كتلة الأرض وكثافة تشير إلى وجود تكوين صخري، يدور شقيق الأرض البعيد هذا داخل المنطقة الصالحة للسكن حول نجمه، وهذا يمنحه القدرة على الاحتفاظ بالمياه السائلة. نظرا لمدى قربها وتشابهها مع الأرض، فربما يكون هذا هو أول بؤرة استيطانية للبشرية حول نجم آخر. ويمكن للزوار التحديق لرؤية بروكسيما سنتوري بالإضافة للنجمين الآخرين A وB. وفي ليلة صافية نلمح شمسنا كأي نجم آخر بعيد. ولكن لا يزال هناك الكثير لمعرفته عن جارنا الكوني. نجمه متقلب لدرجة أن التوهجات النجمية يمكن أن تصطدم بالكوكب. البعثات التي يمكن أن تصل إلى هذا النظام تستغرق زمنا أقل من 20 عاما عبر استخدام مسابير نانو مدعومة بأشعة خفيفة. إذا لامس البشر يوما بروكسيما سنتوري بي، فسيصبح مشهدا لأكبر حدث تحولي في تاريخ البشرية. في الفضاء أكثر ونترك الأشياء المألوفة لنصادف عالما يتجاوز كل الإدراك البشري. يدور بالقرب من نجمه وسطحه حارق بدرجة 438 مئوية. كوكب جليزا 436 بي، مختلف عن الأرض بصورة تفوق كل التوقع. على كوكب بهذه الحرارة قد تتوقع أن تجد بحارا شاسعة من الحمم، لكن هذا العالم بحجم نبتون هو شيء مختلف تماما. عالم من الجليد المحترق. تعمل جاذبيته الهائلة على ضغط بخار الماء في الغلاف الجوي إلى شكل غريب من الجليد يسمى بالجليد 7. الضغوط هنا شديدة لدرجة أن الجليد يمكنه تحمل درجات الحرارة المحترقة دون أن يتبخر على سطح الكوكب. لكن في الجو هناك قصة أخرى. يتم إطلاقه في الفضاء بفعل حرارة النجم الهائلة، وبينما يندفع الكوكب في مساره حول النجم، فإن الجليد المتبخر يترك وراءه ذيلا يشبه المذنب طوله 9 ملايين ميل. معظم الكواكب في الكون معادية للبشر، ولكن بعد 39 سنة ضوئية نجم قزم أحمر موطن لواحة كوكبية محتملة. نظام ترابست 1. هذه العوالم التي هي بحجم الأرض تدور بالقرب من بعضها بحيث يتناسب النظام بأكمله داخل مدار بنفس مساحة مدار عطارد. ويشتبه في أن الاثنين الداخليين يشبهان الزهرة،
محترق ومغطى بالغيوم الكثيفة. ويعتقد أن الكوكب الخارجي بارد مثل القطب الجنوبي. لكن أربعة من الكواكب الوسطى تدور في منطقة النجم الصالح للسكن، وأكثر المرشحين من هذه الكواكب الأربعة هو ترابيست واحد إي. كل من هذه العوالم أقدم بكثير من الأرض، فربما كانت هنا أشكال حياة محتملة قبل 3 مليارات سنة. أصبحت كواكب ترابيست هدفا رئيسيا لتلسكوب جيمس ويب بحثا عن آثار حيوية سابقة. إذا وصل أحفادنا إلى هذا النظام يوما ما، فسوف ينظرون لأعلى لرؤية الكواكب الشقيقة وهي تزين السماء. يتشبث كل كوكب منها بحرارة نجمها الأحمر الخافت. أبعد من ذلك على بعد 64 سنة ضوئية يكمن عالم يبدو مسالما بشكل مخادع، عالم تطفو فيه السحب البيضاء اللطيفة فوق ظلال زرقاء عميقة. ولكن مع اقترابنا فإن عملاق الغاز هذا ليس ودودا على الإطلاق. الرياح هنا هي الأسرع في الفضاء، 25 مرة أسرع من أقوى الأعاصير المسجلة. وتلك الألوان الزرقاء الباردة التي رأيناها من الفضاء هي شظايا من جزيئات حادة مثل الزجاج، وهي تطير في جميع الاتجاهات بمعدل 7 أضعاف سرعة الصوت. إذا لم يكن ذلك كافيا لطردك من الكوكب، فإن الحرارة الشديدة ستفعل ذلك. الجو هنا حار لدرجة أنه يمكن أن يذيب الذهب الخالص، وهذه الحرارة الشديدة تجعل سطح الكوكب يتبخر بمعدل يصل إلى 1.3 مليار رطل في الثانية. في هذا العالم من الجحيم كل شيء فيه يريد الهروب. بينما نسير على الطرق السريعة الكونية المظلمة على بعد 400 سنة ضوئية من الأرض، يأتي من الظلام مشهد رائع. قد يبدو هذا الكوكب الوليد مألوفا في البداية، لكن بالمقارنة مع زحل هذا العالم الضخم هو سيد الخواتم الحقيقي. النظام الحلقي أكبر من زحل 200 مرة، وعرضه ما يقرب من 120 مليون كيلومتر، وهي تقريبا المسافة من الأرض إلى الشمس.
إذا كانت حلقات زحل بهذه الضخامة فستكون مرئية بسهولة في الليل، بل وتبدو أكبر بكثير من القمر. يعتقد الباحثون أنه داخل فجوة في الحلقات يوجد قمر ضخم أكبر من المريخ. ستتكثف الحلقات المحيطة لتشكل مجموعة كاملة من الأقمار، ربما المئات منها. حسب بعض التقديرات فإن ما يقرب من نصف جميع أنظمة النجوم الشبيهة بالشمس تحتوي على أكثر من شمس واحدة، تعني بلايين من العوالم التي هي موطن لغروب الشمس التوأم. عوالم لا تدور حول نجمتين أو ثلاثة فقط، بل حتى أربع نجوم. كواكب حيث يلتقي جسمك بظلال متعددة ويمكن التحديق في غروب الشمس وشروقها في نفس الوقت. هذه صورة فعلية لنظام ثلاث نجوم في سديم الجبار، تدور حول ثلاث توائم من النجوم حديثة الولادة. وداخل هذه الدوامة الملتوية من الحطام هناك دليل على كوكب خفي، وهو أول كوكب معروف يدور حول ثلاث نجوم في وقت واحد. عوالم تبدو مثل النجوم أكثر من كونها كواكب. هذا العملاق الغازي الضخم لا يدور حول نفسه. مع جانب النهار الذي يصل إلى 3000 درجة مئوية أكثر سخونة من سطح بعض النجوم. في درجات الحرارة الشديدة ترتفع المعادن الثقيلة إلى الغلاف الجوي من باطن الكوكب. عندما تهب الرياح العاتية على هذه المعادن إلى الجانب المواجه لليل يحدث شيء لا يصدق. في هذا الجو الأكثر برودة يمكن أن تندلع عواصف معدنية ضخمة من نصف الكوكب إلى النصف الآخر. إلى هطول أمطار غزيرة من الأحجار الكريمة السائلة. وهذا ليس الكوكب الغني الوحيد هناك. على بعد 21 سنة ضوئية من الأرض يمكن أن يكون هذا الكوكب الصخري الهائل هو القطعة النهائية من البريق الكوني. تركيزاته عالية من الألمنيوم والكالسيوم تضغط تحت جوه القاسي، ربما تشكل رواسب كبيرة من الياقوت الأحمر والأزرق. يعتقد العلماء أنه يمكن أن تكون هناك كواكب من الماس الخالص هنا.
مع نسبه المتساوية من الكربون إلى الأكسجين، يمكن أن يحتوي هذا الكوكب على نواة ماسية. ولكن حتى لو حدث ذلك فلن تراها أبدا من الفضاء، محاطا بسحب داكنة من الميثان وأكسيد الكربون تحبس 94% من الضوء، مما يجعله أغمق من الفحم الأسود. وقربه من نجمه يتسبب في تمدد الجاذبية للكوكب في شكل بيضوي. لكن بيضة الفضاء الماسية هذه تتجه نحو الفناء، جاذبية نجمه الشديدة تدفعه نحو الانقراض الناري. لكن بالنسبة لبعض العوالم الموت ليس نهاية القصة. عندما تتحول النجوم الضخمة إلى مستعر أعظم، فإن الانفجار اللاحق يقضي على أي كواكب في الجوار. لكن موت عالم ما يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى ولادة عالم آخر. في أعقاب هذا الانفجار تنهار بعض النجوم إلى نوى تدور بسرعة تسمى النجوم النابضة. تمتص كميات هائلة من الحطام النجمي. لكن ما تبقى على الحافة الخارجية يمكن أن يبرد ويتكثف حتى يتم تشكيل عالم جديد أخيرا. كوكب زومبي ولد من رماد الموتى. هذه نادرة للغاية، لكن على بعد 2300 سنة ضوئية هذا النجم النابض ذو المليار سنة هو حارس ليس لواحد فقط بل لثلاث كواكب زومبي محتملة. الأقرب هو دروغر، عالم صخري صغير أصغر من عطارد، قد جرد من الأشعة السينية الشديدة. ثم نصل إلى أغرب كوكبين تم اكتشافهما على الإطلاق، زوج من الكواكب الزومبي المعروفة باسم بولترغايست وفوبيتور، كل منهما يزيد عن 3 أضعاف كتلة الأرض، غارقة في وميض ضوء نجومهما الميتة. فإن المنظر من هذه الكواكب سيكون غريبا تماما. تمطر السماء فيها جسيمات مشحونة من النجم النابض على السطح، مما قد يضيء سماء الليل بشفق قطبي لامع. غارقا في الأشعة السينية القاتلة مع عدم وجود نجم حي للدفء، قد يبدو من المستحيل على عوالم كهذه أن تحافظ على الحياة. لكن على الكواكب ذات الأغلفة الجوية السميكة للغاية يمكن لهذه الأشعة السينية أن تتحول إلى حرارة،
تحافظ بذلك على الماء السائل في السطح، وربما تحفظ الحياة نفسها. تزدهر على كوكب الزومبي وتدور حول جثة نجم ميت. مع وصولنا إلى أبعد نقطة في رحلتنا على بعد أكثر من 2000 سنة ضوئية من الأرض، لازلنا فقط في بداية اكتشاف ما هو موجود أصلا. 700 كوادريليون عوالم أخرى ما زالت تنتظر. كواكب غارقة في الضوء من مركز المجرة المحترق، عوالم تدور حول حواف الثقوب السوداء الهائلة، كواكب مائية عملاقة ذات محيطات يصل عمقها إلى آلاف الكيلومترات. هذه الأراضي البعيدة هو حلم لا يستطيع تحقيقه إلا أحفادنا. ربما إذا وطئت أقدامهم أرضا غريبة وشعرت بحرارة شموس جديدة، سيتذكروننا كأول جيل يعرف هذه العوالم، وأول جيل درس تكوينها وطبيعتها وحلم بيوم واحد، يوم نسمي البعض منها الموطن. اللي صنعته بجهدي الشخصي الكامل هنا، وقد استغرق مني صناعته وتصميمه واختباره 4 سنوات من العمل والجهد، وطبعا آلاف الدولارات بدون دعم من أي جهة. روبوت قابل للبرمجة لأداء العديد من الوظائف، وهناك فيديوهات كثيرة موجودة عندي لهذا الروبوت، وهو يصنع العصير تلقائيا بصورة مستقلة. واليوم البرنامج المحمل الذي حملته له وصممته سوف يقوم بصباغة الجدران بصورة مستقلة. طبعا هذا نموذج اختباري، رغم انه كلفني 4 سنوات من التصميم والعمل لقلة هكذا معلومات في بلداننا العربية وانعدام الدعم طبعا، وهو بحاجة للتطوير لزيادة دقته في من ناحية البرمجة، وسوف نشاهد عمله الآن. بسم الله.
نلاحظ أنه بطيء بعض الشيء، وهو طبعا نموذج اختباري. والآن سوف يبدأ بصباغة الصف الثاني. والآن سوف يبدأ بصبغ الصف الثالث أو العمود الثالث. طبعا هو بطيء بعض الشيء، لكنه ذكي وفيه بعض الدقة. والآن السطر الرابع والأخير. شنو رأيكم؟ هذا روبوت يزحف. يفتر بمكانه، سوى دورة كاملة. هاي الأسلاك،
طيب هذا محرك دي سي موتور مع جير بوكس، اسمه بالانجليزي 5 فولتس جيرد دي سي موتور، يعني صندوق تروس محرك دي سي موتور 5 فولت مع صندوق تروس. صندوق تروس فيه هذين المحورين الاخراج، شفتات بيض لون الابيض، هذه محاور بيضاء. نعمل تركيبة كرينك، ذراع كرينك، هذه وفق هذه الحسابات. نقوم بقطع صفائح من الخشب أو دبلية المعادن بطول 2 سنتيم وعرض سنتيم واحد، ونثقب الثقوب مسافة بين كل ثقب وآخر 1 سنتيم، ثم عدد 4 قطع. نقوم بتوسعة أحد قطعتين من هذه الـ4 قطع، نقوم بتوسعة الثقب لكي يلائم شكل